هو مشهد ضبابي لا تتضح فيه ملامح الصورة، هكذا يصف مراقبون المشهد الأمني في وادي وصحراء حضرموت. فعلى الرغم من احتفاظ الجيش بكامل قوته في هذه الرقعة الجغرافية، إلا أنها كثيرا ما تكون مسرحا لأحداث يرى البعض فيها مؤشرا على هشاشة تلك القوة، ومنها ما كشفه محافظ حضرموت مؤخرا عن قيام وحدة للنخبة الحضرمية بعملية نوعية في منطقة وادي سر واعتقال خلية كانت تستعد لتنفيذ عدد من الهجمات. إنزين، مع قوات التحالف في المملكة العربية السعودية تحركت قوات باتجاه وادي سر لمطاردة خلية كانت تعد وتجهز من أجل تنفيذ عمليات إرهابية داخل الوادي، وبتلك العملية النوعية من الجو ومن الأرض تمكنت القوات من قطع الطريق وإلغاء القبض على تلك العناصر مباشرة. هذه العملية ليست الأولى من نوعها، لكنها تعيد وادي سر مجددا إلى واجهة المشهد الأمني في المحافظة، خصوصا وأن قيادة الجيش بالوادي والصحراء أعلنت في وقت سابق سيطرتها الكاملة على وادي سر الذي يصفه مراقبون بأنه أبرز معاقل الجماعات المسلحة بالمحافظة. وادي سر وادي حضرموت يعتبر مركز رئيسي لتنظيم القاعدة، شكل هاجس قلق للمواطنين في الوادي وأيضا للسلطات العسكرية والحكومية. ثم أحاديث قيادة المنطقة العسكرية الأولى على أنه تم السيطرة على وادي سر، أما أن لا زالت بؤر القاعدة موجودة فيها. وتجد السلطات في وادي حضرموت على طاولتها العديد من الملفات الشائكة، وعلى رأسها ملف الاغتيالات التي حصدت أرواح العشرات خصوصا في مديرية القبر وخلو المراكز الأمنية من الأفراد، ما يتطلب منها إجراء معالجات سريعة. الوضع الأمني الذي يمر به الوادي والصحراء ليس بالمرض، ولكن سيتم حاليا إن شاء الله في الفترة القادمة ترتيب الوضع الأمني بكل المديريات، وتم فعلا بعض التوجيهات من لبعض المديريات من قبل أخ المحافظ اللواء حمص بن بريك بتجنيد 50 فرد في كل مديرية ابتداء من حورة والقطن وشبام وشيون وترين. معالجات يأمل الأهالي أن تنجح في استعادة حالة الأمن والاستقرار التي عرفت بها المحافظة. مما لا يختلف عليه اثنان أن مدن حضرموت لطالما كانت الأكثر أمنا واستقرارا، لكن العاصفة التي تشهدها البلاد ككل أسهمت في زعزعة تلك الصورة، فلتنجح الجهود التي يقوم بها الحضارم لإعادة الأمن والاستقرار الذي ألفوه لمدنهم. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.